خلاص واشتغلت في شركة البترول، والحمد لله تم بحمد الله من غير واسطة من غير أي حاجة. اشتغلت وبقيت شغالة على البراريم في مصر، وبانسباير البنات اللي هي تبقى بعد كده شغالة زيي. بس أنا كده ده كده المجمل اللي أنا عملته الفترة اللي فاتت، يعني اللي هو ازاي أنا اشتغلت، ازاي إن أنا عملت كل حاجة وأنا طالبة، ازاي إن أنا من غير واسطة قدرت إن أنا أعمل الكلام ده كله. ما سبتش الكلام المحبط ان هو يقول لي لا انت مش هتعرفي تجيبي حاجه وانت مش معاكي واسطه، لا انا كنت بسعى وبسيبها على ربنا. تسلمي يا ياسمين يا حبيبتي، ربنا يخليكي. فبس فده كان كويس. يعني انا عايزه بس، هنا في حد بيقول هو ليه صعب الشغل في شنمبر جي ولازم واسطه؟ في الشغل فيه لازم واسطه، هو فيه واسطه بس مش لازم واسطه. انا اشتغلت من غير واسطه، مريم النحراوي صاحبتي شغالة في شلومبرجين من غير وصف. They will look for you. لو انت متميز هتلاقيهم بيدوروا عليك، لو قدمت الورق بتاعك هياخدوه. في نماذج كتير ناجحة في مصر، يعني في بنت انا فاكرة ان انا حضرت مؤتمر، المؤتمر ده انا حضرته، لقيت المؤتمر كان في اسيوط، ولقيت بنت كانت قاعدة جنبي، دي طالبة وصغيرة لسه في سنة اولى، بقول لها اسمك ايه؟ قالت لي اسمي رنا، وانا فخوره جدا بيكي يا باشمهندسه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. قلت لها وانتي جامعه ايه؟ قالت لي انا جامعه عين شمس. قلت لها عين شمس وانتي جايه اسيوط ليه؟ قالت لي انا بحضر، انا سمعت ان في مؤتمر في اسيوط فجيت احضره. قلت لها انتي هتبقي حاجه. عارفين دي بقت مين؟ رنا بمبلا، من اشهر البنات في قطاع البترول دلوقتي من غير واسطه. البنت قعدت تحضر كل حاجة، لو في أسيوط في محاضرة مؤتمر كانت بتروح، كانت قاعدة جنبي. ده النتوركينج اللي بكلمكم عنه، في حد قاعدة جنبي كده في نفس الكرسي بتتكلم معايا كتف في كتف، وأنا مبهورة بيها ومبسوطة إن البنت رايحة تعمل حاجة زي كده وتسافر لوحدها وتعمل الكلام ده كله. البنت فضلت، كانت المؤتمر ده كان بيناقش إيه هي الانترنشيبس اللي متاحة للناس. البنت دي قدمت في الانترنشيبس اللي كانت معروضة في المؤتمر ده، فخدت انترنشيب في الاكسون موبيل قبل ما تتخرج من الجامعة اصلا. اكسون موبيل ايه؟ اكسون موبيل بره امريكا، سافرت، فلما رجعت مصر اتخطفت خطف، خدوها. انتي متدربة في شركة بترول وبره وعلى الاساليب الحديثة والكلام ده كله، هي دلوقتي في وسط انجيكو. فدي ده مثال لحاجة بتحصل اهو. فلا يعني you have ان انت تشتغل على نفسك وتشوف ايه الانترنشيبس. الانترنشيبس دي حاجة يعني ناس كتير ما تعرفهاش. يعني انا عن نفسي ما استفدتش منها غير دلوقتي بعد ما عديت 30 سنة، قدمت على تيك وومن انترنشيب اللي انا موجودة فيها دلوقتي. وموست اوف ذا تايم لما بتقدموا على انترنشيب بتتقبلوا، لان مش ناس كتير بتقدم. فيشهد ان انتوا تخشوا على الحاجات زي الاي بي جي، الاس اي جي، الاس بي اي، المسابقات، اي حاجه من المنظمات الكبيره، الاي اي جي اي، خشوا على كل الحاجات دي، شوفوا ايه المسابقات اللي بيقدموها اللي ممكن تشاركوا فيها، ايه الحاجات الاوبورتيونيتيز المتاحه للاندر جراديوت، وابداوا ان انتوا تقدموا. ولما هتقدموا هتلاقوا ان هتتقبلوا، ما تقبلتوش هتتعلموا عشان ما تيجي تتقبل بعد كده. فلا ما تخافوش ان انتوا تترفضوا. في بنت معايا في المنحه شغاله في بي جي ان اي، لا بروكتر اند جامبل، البنت دي اترفضت 30 مره، 30 مره. هي عندها، هي كبيره عندها 35 سنه، فهي من ساعه لما اتخرجت على مدار 15 سنه تقدم مرتين، كل ما يفتحوا تقدم لغايه لما اتقبلت في المره 35. فلا ده اسمه persistence، فكل مرة تتعلم حاجة، كل مرة تتعلم حاجة لغاية لما اتقبل. ففيها جاوب على بعض الأسئلة. يعني هنا عندي محمد عبد الصادق التمامي يقول ليه من اه لا دي أنا جاوبت عليها. طيب هل في حاجات اترددت فيها؟ لا most probably، يعني معظم الحاجات مفيش حاجة رحت فيها وترددت. يعني أنا كنت ببقى عارفة إن دي حاجة، أي حاجة هتفيدني، ودايما catch the opportunity، أول ما تيجي فرصة قدامك امسكها، أول ما تيجي فرصة قدامك امسكها، ما تسيبش فرص تضيع من إيدك.
فلا ما كنتش بتردد. لا